مش أنا السبب. يسأل في ذلك القائمين على هذه الأعمال الإنتاجية لماذا أنا أغيب أو غيري من أصدقائي الكبار في السن يعني القدامة اللي وزع حالاتي، حتى المؤلفين حتى المخرجين القدامة النبيين جدا ما حدش بيتعامل معهم، أيضا بعض الممثلين من القدامة النبيين جدا ما حدش بيتعامل معهم، فهذا يعني لا يعبني ولا يعبهم، لكن العيب في الزمن. تشوف ان ده احمد فلوكس هو امتداد لحضرتك؟ وايه وجه الشبه واختلاف ما بينكوا على الشاشه؟ لا احمد حاجه تانية غيري خالص، احمد ممتاز جدا وفنان جامد قوي، وانا اختطيت في الحياه بدايه بالكوميدي، هو يستطيع ان يقدم الكوميدي ويقدم التراجيدي ويستطيع ان يقدم العمل السسبنس ويستطيع ان يقدم العمل الجاد جدا، يعني يستطيع يقدم الوان كثيره، وان شاء الله هيبرز هذا الامر قريب يعني.